هل يضيف النقطة رقم 16؟ وبالفعل ينجح هنا عماد، وهنا منتخب الفلسطيني. هنا هجمة أمين سلمان، تمريرة إلى أحمد هارون الرائعة. الفلسطيني نشاهد هنا عدم نجاح المنتخب العراقي في الرميات الحرة على عكس المنتخب الفلسطيني، وهنا نقطتين للمنتخب الفلسطيني. أحمد نصراوي رميتين لمصلحة ساني، الرمية الأولى وينجح ساني، ينجح ساني في الرمية الحرة الأولى والرمية الحرة الثانية من اللاعب ساني، يعني من أفضل لاعبين في هذه البطولة اللاعب ساني واللاعب فادي الخطيب، فعل قدم أداء رائع وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة. هجمة فلسطينية وهنا مقاتلة والريباوند هنا، ولكن ساني السكاكيني، ساني السكاكيني، وشاهد النظرات هنا. تمريرة هنا عند ساني، ساني وهنا بدخول من ساني وقتال يا ساني، رائع انت يا ساني كابتن فاقي. ساني ساني ساني، ولكن هنا الريباوند يعد لمصلحة المنتخب العراقي، وقتال على الكرة، وساني يعود ويخطف الكرة، كم انت كبير يا ساني. تعود هجمة عند اللاعب احمد هارون، ولكن لم يرجع احمد. مستعجلين فريقين مشدودين عشان يفوزوا، شايفين يعني ساني ماخذ المباراة على عاتقه، بلوك شوت رائع، بلوك شوت رائع من علي حميد على ساني سكاكيني. ساني بيعطي جمال ابو شمالي بيحاول يفوت، اربع ثواني الهجمة، اسيست رائع من جمال، انسايد جيم لساني. عماد عماد دوران من عماد، نشاهد الدفاع المنتخب العراقي الضاغط هنا، حاول هنا من اللاعب احمد، ماذا تفعل يا جمال؟ لو دخل لمصلحة المنتخب الفلسطيني. هجمة عالية، الرد هنا مقطوعة من ساني، رائعة من ساني، دنك من اللاعب ساني سكاكيني، ويطلق سكاكينو اللاعب ساني في وجه المنتخب تحت الباسكت، غير عنه بالكوارتر الثاني. اذا هنا رائعة من اللاعب جمال، هنا نقطتين، وهنا المنتخب العراقي خطيرة خطيرة بالمنتخب العراقي، وهنا دخول لم ينجح مرة أخرى. الآن التقدم عراقي، نعم التقدم عراقي في هذه اللحظات، وبفارق نقطة يقلب الطاولة المنتخب العراقي على المنتخب الفلسطيني. وهنا الرد، لا 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 الفلسطيني. هنا عند اللاعب احمد هارون يلعبها الى جمال، الى ساني، ساني 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 غير ساني غير ساني. خلينا نحكي 99% فلسطين اردن لبنان الحمد لله، يعني ما ساني ساني يمر الكرة عند جمال، ينهي الامور ينهي الامور ام ماذا؟ 33 ثانية لانتهاء اللقاء، النار هنا بين المنتخب العراقي والمنتخب الفلسطيني، وثلاثية رائعة كانت هنا من لاعب المنتخب الفلسطيني جمال، والنقطة رقم 68 للمنتخب الفلسطيني مقابل 62 للمنتخب العراقي. يعني فرصة المنتخب العراقي الآن لا يوجد له فرصة، خلص خارجة من البطولة، يبقى فرصة للمنتخب السوري. إذا ما ستة ثواني على انتهاء الوقت هنا، ولكن لم ينجح. اذا هنا على ما يبدو انتهى اللقاء بفوز المنتخب الفلسطيني بنتيجة 70 نقطة مقابل 62 نقطة. مشاهدينا في كل مكان، كان معكم عماد قطيش في التعليق على هذا اللقاء، ولا ننسى اللقاء الذي سيلي هذا اللقاء، لقاء المنتخب الاردني والمنتخب السوري، ونشكر ضيفان الكابتن هيثم ظاهر وكابتن فادي صابات. اذا هي لحظات، ونعود الى الزميل محمد قدري حسن الموجود معنا في ارضية الميدان لعمل اللقاءات الفنية، انتظار ان يستعد الكابتن محمد.